وفر نادي التعاون في منطقة باتيس بمحافظة أبيان مساحة للفرح للكبار والصغار معا. التعاون النادي الذي تأسس قبل 4 عقود ليكون أول أندية المنطقة ورابع ناد رياضي في المحافظة. الآن الحمد لله يعني نشوف أن الأنشطة الرياضية يعني بدأت ترجع، يعني منطقة باتيس مأهلة بالنجوم، وهي يعني منطقة غنية بالنجوم. وكحال الكثير من الأندية الرياضية في المحافظة، طال الإهمال نادي التعاون وغاب عنه الاهتمام، ليكون كل ذلك سببا في تدهور الحركة الرياضية وتوقف الكثير من الأندية. الفريق توقف نتيجة للأوضاع السياسية الموجودة في البلاد بشكل عام، والآن عاد مرة أخرى للنشاط وطبعا يقدم مستويات رفيعة. بعيدا عن الجانب الرسمي، حظي النادي بدعم ومساندة أهلية جعلت مباراته الأولى تبدو أكثر إثارة وتشويق لدى هذه الجماهير التي خرجت ترحيبا بعودة الفريق الغائب.